السلام عليكم شباب. هاي شباب، شعلومكم؟ عساكم طيبين. والله ما يدفي الايام هذه البرد، خير بطانيه اللي عليها رسمه ورد. اوف، هذه شيء ثاني. طبعا ما راح اصور زي قبل شيء، بصور زي كذا يعني، ما اعطيكم حركات اليد هذه على كلام واحد قال لي بعد الكاميرا وزي كذا. تمام، ان شاء الله انها تعجبكم. ان شاء الله يوم عندنا قصه اللي هي فتح مكه، الفتح الاعظم، فخليكم معنا. كانت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبة، فاعتد عليها بنو بكر اللي هم حلفاء قريش لمشاكل قديمة بينهم، فعاونت قريش بنو بكر. فكذا قريش نقضت العهد اللي بين المسلمين، بين المسلمين وقريش، ان انت يا قريش ما تمس المسلمين ولا حلفائها بأي ضرر. فطلبت خزاعة من النبي الفزعة، أو أنهم طلبت من النبي أن يساعدها، خلاص، لبنود المعاهدات اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وخزاعة. فوعدهم النبي بالنصر. بدأ النبي بالاستعداد لفتح مكة، وأخبر بعض المسلمين اللي عنده أنه مصر على فتح مكة، وأمرهم بالتهيئة، يعني أمرهم بالاستعداد، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، يعني حتى نحصرها في بلادها. فحست قريش بالخطأ اللي سووه بعض السفهاء فيها، وأرادت استدراك الموقف، فأرسلت أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم لتشديد المعاهدة، يعني أنهم يعتذروا له. فرفض النبي اعتذارهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش عدد 10,000 مقاتل. فعند الجحفة بالقرب من رابغ قابل النبي صلى الله عليه وسلم بعمه العباس الذي خرج مهاجرا. فكل مشى طريقه، وعندما وصل النبي إلى الظهران نزل هناك، وجاء أبو سفيان فألتقى بعم النبي اللي هو عباس، فأخذه للنبي، فأعلن عباس قدام الجميع أنه أسلم. فأول ما طلع من المسلمين ركض على مكة إلى قريش، وقال لهم أنه ترى رسول الله جاينا بجيش 10,000 مقاتل. قسم النبي الجيش إلى 4 كتائب، كتيبة يقودها الزبير بن العوام، وكتيبة يقودها خالد بن الوليد، وكتيبة يقودها سعد بن عبادة، وكتيبة يقودها أبو عبيدة بن الجراح. فأمرهم النبي أنهم ما يقاتلوا إلا اللي قاتلوهم، فدخلوا المسلمين مكة فاتحين بغير قتال، المسلمين ما يبغوا شر. إلا بعض مناوشات قليلة من أهل مكة تعرضوا لخالد بن الوليد، فخالد بن الوليد قتل منهم 13 فشردوا الباقيين. فدخل النبي مكة صباح الجمعة لعشرين يوما خلت من شهر رمضان. فأردف خلفه النبي أسامة بن زيد، يعني خلاه وراه. فدخل النبي خافضا رأسه تواضعا لله عز وجل على ما أكرمه من الفتح. بعد ما هدت الوضع في مكة، طاف النبي حول الكعبة وأخذ بيد قوس وكسر الأصنام الموجودة، ثم دعا عثمان بن طلحة وأخذ من مفتاح الكعبة، لأن مفتاح الكعبة كان مع عثمان بن طلحة. فصلى النبي دخل الكعبة، فأول ما طلع إلا أهل مكة مليين المسجد ينتظرون ما يصنع بهم رسول الله. فقال رسول الله: يا معشر قريش، ما ترون إني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم طلقاء. ثم دعا النبي عثمان بن طلحة وقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء، وفي رواية: خذوها خالدة تالدة لا يترعها منكم إلا ظالم. يقول ابن القيم في فتح مكة: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقض به بلده وبيته الذي جعله هدنا للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء، وضربت أطناب عزة على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرقت به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. ولهنا انتهينا من قصتنا، قصة فتح مكة الفتح الأعظم، واتمنى انكم استمتعتوا زي ما استمتعتوا ونلقيه لكم. ومصدرنا كتاب التاريخ الإسلامي 53 صفحة، ولا قصدي 51 و52 و53، واتمنى انكم استمتعتوا، وبعد شهر نشوفون ان شاء الله.